حسن الهيدوس حيوية ونشاط. يا ترى هنقول شاط حيوية ونشاط يعود من جديد. ضغط قوي من دفاع الغرافة، الهيدوس يسيطر وهدف أول. نعم هدف أول عملها حمرود وسجل أول جول، عملوها خلصوها بأقدام الهيدوس صنعها وبأقدام حمرود سجلها. الزعيم يسجل في مرمى الفهود بإصرار بتحدي كبير برغبة كبيرة. السد يقدم ويواصل عروضه القوية بعد الفوز على السلية بالستة، يتقدم الآن على الفهود. من هنا كانت البداية. أدي الهيدوس بيعدي ويدوس، صراع كبير لصانع اللعب والهداف الكبير حسن الهيدوس بمهارة كبيرة. فنتي جميل يعدي من أمادو ثم حمرون يسجل بعدما تقمص شخصية بغداد. رافع في هذه المرحلة أدي انطلاقة تاني من جديد، إلا إذا لعب ثلاثة في نص الملعب. فرصة تاني، فرصة تاني، فرصة تاني، عملوها فرصة تاني، عملوها. مش معقول، مش معقول. حمرون بنجاح، ليس حمرون يغرط بل هو حمرون بنجاح. غاب بغداد أبو نجاح فحضر حمرون يغرطى. حمرون أبو نجاح يسجل الهدف الثاني بإصرار كبير. النجم الجزائري يتواجد كما لو كان مولود رسمي. عودة تاني من جديد، خوخي أبو علام للمعلم تشافي في يوم عيد ميلاده 38. وادي حمرون، ادي حمرون بالعرض المرة دي الثالث، الثالث، الثالث. ثلاثية، ثلاثية، ثلاثية بالثلاثة. الزعيم يتقدم بالثلاثة. نعم حسن الهيدوس لابد وابدا ان يكون له بصمه. غاب راس حربه واحد فحضر الزعيم ب 11 راس حربه. تشعر ان سعد الدسري ممكن يكون راس حربه. ما هذا التكتيك يا زعيم؟ ما هذا التكتيك الذي يقدمه فيريرا؟ ادي حمرون المره دي مش اناني ابدا، ضاع رجع وعمل دور دفاعي كويس في اللعبه اللي فاتت. ادي الباص الامامي، الهيدوس بيحضر لمين؟ ادي علي فريدون، برجله واسع الولد، يعدي على طول يمر، قدم عرض جميل مع النادي الاهلي ومع الشمال. الهيدوس والعرضيه، لا 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 يا سلام يا سلام يا سلام، مفيش كلام. الزعيم تعظيم سلام، مفيش كلام. الزعيم تعظيم سلام. حسن الهيدوس يصدق على قيمته وكفاءته وعظمته ويتقدم بالهدف الرابع. رباعية، رباعيات الخيام كانت، رباعيات الزعيم عادت، عادت رباعيات الزعيم بعد سداسية الأسبوع الماضي. هذه الكرة العرضية الجميلة، جميلة، جميلة، جميلة.